طبعا زي ما حضراتكم عارفين سافر، وانا للامانه الشديده يعني انا مستغرب. يعني كولر ده لما الاهلي بيخسر ماتش في الدوري، ماتش في الدوري مش بيخسر بس، ده لو بيتعادل ماتش في الدوري بيرجع اللعيبه على التتش، بيروح لمامهم كده يقول تعالى يا حبيبي انت وهو يلا بينا على ايه؟ على التتش، مش هتروح على البيت دلوقتي، لازم تروح على التتش. ودي كانت سياسته من ساعه ما جه. خلاص؟ ما بالك بقى انت خسرت السوبر الافريقي للمره الثانيه على التوالي قدام نادي الزمالك. كان لازم ترجع على التتش يا كولر. ما هو هي ايه دي اسخم يعني. يعني انت بتتكلم في بطوله الدوري النفس فيه طويل والفرص فيه كتير، حتى لو تعادلت او خسرت ماتش ولا اتنين ولا تلاته، لكن ده ماتش ببطوله انت خسرته وكنت سيء جدا لأبعد درجه. هل مش كان من المنطق طبقا لسياسه الراجل ان اللعيبه ترجع على القاهره كلها مره واحده، اجازه يومين، ترجع تتمرن وتموت نفسك في التمرين عشان عندك سوبر مصري وعشان عندك ماتش مصيري قدام العين الاماراتي بامكانياته وبجودته وبلعبته وباحترافيه وبكل هذه الامور وبسفيان رحيمي يوم 29/10؟ هل ده استعداد كافي للنادي الاهلي؟ مش معنى انا بقول لك كده ان الاهلي هيخسر، نتمنى يا رب باذن الله واحد احد الاهلي يكسب العين الاماراتي باذن الله واحد احد، ممثل مصر في البطوله في الانتر كونتيننتال، لكن انا حاسس ان في لا مبالاه. ومن الواضح بالنسبه لي ان كولر هو اللي كان عايز الاجازه مش اللعيبه. يعني يا جماعه انتوا لسه راجعين، يعني كولر لسه جاي من سويسرا واللعيبه لسه راجعه من اجازات، والاهلي اعتذر عن بطوله كاس مصر عشان الاجازه واللعيبه تريح. طب اجازه ايه تاني؟ ما هو بصراحه الناس مستغربه، جمهور الاهلي مستغرب ومستفز، ده جمهور الاهلي، ولجنه التخطيط للكره مستغربه جدا، بقول لحضرتك معلومات، وبعض المسؤولين في النادي الاهلي متفاجئين، بقول لك معلومات. طب اقول لكم على حاجه، في بعض المسؤولين في النادي الاهلي كانوا يتوقعوا ان في اجتماع عاجل مع كولر، ما كانوش يعرفوا ان كولر اصلا سافر على سويسرا. ده حصل الاجتماع العاجل، تمام؟ بالمناسبه المسؤولين دول خارج قطاع الكوره عشان اكون بتكلم بمنتهى الوضوح يعني. فلا حصل الاجتماع العاجل ولا كولر رجع على القاهره ولا لعيبه الاهلي كلهم موجودين، وده غريب بصراحه على الاهلي، ده بصراحه غريب جدا على الاهلي. طيب كيف يتعامل الاهلي مع مثل هذه الحالات بعد اي اخفاق؟ وده اخفاق لان دي هزيمه ببطوله، تمام؟ لان هقول لك بعض النقاط المهمه، لكن الاهم او اهم نقطه ان الخساره المره دي مختلفه شويه. ليه بقى؟ لان بعدها بايام هيبقى في بطوله كبيره اللي هي بطوله السوبر المصري، ووراها ماتش العين. فهل ممكن المناسبات دي تحط كولر واداره الاهلي في حرج تاريخي قدام الجمهور؟ ما ده سؤال مهم، لان خلي بالك الجمهور برضو مش بينسى. الجمهور بعد الاهلي خسر مثلا السوبر المصري، لو خسر السوبر المصري فالجمهور يقول لك اه ما انت بعد ماتش السوبر الافريقي يعني ما شفناش حد، مفيش لعيبه، اللعيبه سافرت، اللي راح قطر واللي راح اللي كمل في السعوديه يعمل عمره ربنا يا رب يتقبل منه، اللي مش عارف سافر على فين، ده المدير الفني نفسه راح سويسرا وادى اجازه اسبوع في وقت انت محتاج فيه تستعد، للاهلي حتى بدنيا ما كانش واقف على رجله في ماتش السوبر امام الزمالك في السوبر الافريقي. طيب الاداره نفسها بتتعامل ازاي مع المواقف دي يا جماعه؟ دايما اعتدنا على اداره النادي الاهلي مفيش اي قرارات انفعاليه، بتقيم بشكل مظبوط، بتشوف السلبيات، تمام؟ سواء بص اداره الاهلي سواء مع السلبيات او الايجابيات هم بيتعاملوا بالمنطق ده، ايجابيات والدنيا زي الفل بنقيم، سلبيات والدنيا سيئه زي ما احنا شايفين كده بنقيم الوضع، لكن قرارات انفعاليه فاروح بكره الصبح اجيب مدير كوره ده مش هيحصل في الاهلي. اروح بكره الصبح مثلا اروح جايب اي لعيب عشان ابقى جبت صفقه ده مش هيحصل في الاهلي، مش هيحصل في الاهلي. الاهلي اسلوبه مش كده، اداره النادي الاهلي اسلوبها مش كده. انا بقول ممكن الكلام ده يزعل جماهير النادي الاهلي بس انا بقول لك واقع، بقول لك حقيقه، مش الاهلي مش كده. زي ما كان الاهلي مش هو الاهلي في الماتش
بكل كواليس الماتش، بأساليب اللاعبين في المباراة أو طريقتهم وتأديتهم سواء على الصعيد الفني أو حتى على الصعيد الاستفزازي والاحتفالات المبكرة. وزي ما أخفق أو أخفقت إدارة النادي الأهلي في توقيت الاحتفال بدرع الدوري، وإحنا حذرنا ساعتها قلنا يا جماعة الكلام ده مش غريب برضو على النادي الأهلي، وكان الناتج هو ان اللعيبه ما خرجتش من الاجواء الاحتفاليه، وان اللعيبه عندهم الثقه المبالغ فيها بالفوز ببطوله السوبر على نادي كبير جدا جدا بحجم وقيمه نادي الزمالك. فالموضوع اتدار غلط. الاسبوع ده اللي هو الاسبوع اللي ما قبل مباراه السوبر امام نادي الزمالك اتدار غلط. ما تجيش بقى تقول لي اصل في مداخله للاعب كره سابق هي السبب في، لا هي خلقت دافع كبير وقلنا لحضراتكم كده، لا دافع كبير عند لاعبين نادي الزمالك اذكياء، صيع كوره. ايوه هنصرف انا ازاي استغل الموضوع ده في صالحي. انا عجبني جدا شيكابالا لما قال كده جدا، وجهز الفيديوهات للعيبه ومش عارف هيئهم، لكن ما تاثرش المفروض على لعيبه النادي الاهلي وتديهم ثقه زياده. لا انت لعيب في النادي الاهلي المفروض معروف عنك انك بتفصل ما بين ده وده، تفصل ما بين بطوله والتانيه، احتفال والتاني. فهو اسبوع كان سيء على النادي الاهلي من قبل الماتش، من قبل ما تحضرش صح الامور، ما تحضرتش صح للماتش زي ما احنا كنا دايما متعودين على النادي الاهلي. جماهير كلها، كلنا كجماهير متعودين على النادي الاهلي انك بتهيئ اللعيبه بالشكل المظبوط. طيب بعض الاخبار طلعت بان في هناك تحقيق مع امام عاشور وهيتخصم منه قد كده، وان الاهلي هيحقق معاه بسبب السهرات وبسبب المناسبات اللي بيروحها، وي وي ومناسبه مش امام لوحده يعني. حقيقه الموضوع ده ايه؟ لا الموضوع مش حقيقي، لا في تحقيق ولا حد استدعى للتحقيق ولا حد اتبلغ ان هو هيتحقق معاه. انا برضو بقول لك معلومه، كل ما في الامر ان في اتجاه في الاهلي للتنبيه على اللعيبه بعدم الظهور في الحالات العامه لعدم استفزاز الجمهور، بس كده نقطة مفيش حاجة تاني. تنبيه بص ما تظهرش في أي مناسبات عامة عشان ما تستفزش الناس، الجمهور غضبان، الجمهور زعلان، ودي للأمانة حاجة مهمة جدا. خلاص فده الموقف بتاع النادي الأهلي.